مرحبا بكم مرة تانية، بنستقبل ضيوفنا الكرام الكابتن محمود دودي. كابتن محمود أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك كابتن نور، وأنا سعيد جدا أن أنا معاك النهاردة. كابتن، وطبعا نستقبل ضيفنا الثاني اللاعب فاروق سامي، كابتن فريق 2003 بأكاديمية سبورتنج. كابتن فاروق أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن حضرتك. طبعا أكاديمية سبورتنج واللي بتقدمه في المعادي خلال الفترة اللي فاتت مجهود يستحق الشكر والثراء. أكاديمية محترمة جدا، مدربين على أعلى مستوى. هنتكلم بشكل عام عن الأكاديمية مع النجم الكبير الكابتن محمود دودي مدير الأكاديمية. كابتن محمود، أكاديمية سبورتنج واللي بتقدمه في الكرة المصرية. والله كابتن بصراحة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الأول، سعيد جدا أنا معك النهاردة طبعا، وده كان شيء يسعدني يعني من فترة طويلة. وطبعا الحمد لله سبورتنج الحمد لله ماشي بشكل كويس، والحمد لله توفيق ربنا كده لينا يعني الحمد لله كل مدى من حب الناس لينا الحمد لله دايما بنتقدم على طول الحمد لله. وطبعا ربنا يكرم في اللي جاي إن شاء الله، اللي جاي أحسن، وفي مفاجآت عندنا في الفترة اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. ما فيش اي حاجه حصريه للبرنامج؟ طبعا ده البرنامج نمبر 1 بقى يا كابتن نور طبعا. وطبعا انا سعيد جدا طبعا، انت عارف ان انا طبعا انت اخويا طبعا، بعيدا اي حاجه بعيدا عن الكوره. هدفك من انشاء الاكاديميه كابتن محمود، اول حاجه خطرت على بالك اول ما جيت انشات اكاديميه سبورتنج؟ والله الحاجه دي طبعا كان في ناس كده وشها حلو عليا يعني الحمد لله بفضل الله. وطبعا من سر نجاحهم ليا اللي طبعا الواحد يبقى في المستوى اللي هو فيه دلوقتي، ودي حاجه كويسه وبتسعدني وبتسعد سبورتنج كلها، حتى بالاولاد باولياء الامور بالشكل العام بالاداء الممتاز اللي دايما الحمد لله الواحد بينجح بيه بدعوات الناس ليا الحمد لله باذن الله. طبعا اللاعب فاروق سامي، فاروق كلمني عن بداياتك او مشوارك. بدأت من مركز شباب زينهم، كان بيدربني كابتن سامي، وبعد كده ابتديت واحدة واحدة. قعدت فترة ما بلعبش، كنت مصاب، وطبعا حد ما رحت أكاديمية كابتن دودي. ايه سبب انضمامك لأكاديمية السبورتنج؟ ايه اللي انت شفته عشان تنضم لأكاديمية السبورتنج؟ طبعا أكاديمية السبورتنج فيها نظام طبعا أول حاجة، يعني ده كان هدف رئيسي، النظام والاجتهاد واللي انت شفته في المدربين. اكيد طبعا. كابتن محمود، طبعا اي لاعب حابب ان هو ينضم لأكاديمية سبورتنج زي ما انت شفت بيقولوا النظام، اول كلمة قالها فاروق النظام. كلمني عن النظام اللي انت عامله. والله كابتن سبورتنج. والله كابتن نور طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا النظام عندي النمبر 1، حتى مش كيان اي حاجه. النظام طبعا زي ما حضرتك عارف الالتزام. أيوه. صلاته الاول، التزامه، تمارينه، نوم كويس، اكل كويس، تتمرن كويس. طبعا انا معود الحاجه دي على عندي سفيان ابني الكبير طبعا، عشان انا الحمد لله عندي سفيان. انت بتعامل اللعيبه كلها زي اولادك. انا طبعا هم الاولاد كلهم عندي في الاكاديميه كلهم بفضل الله، كلهم معظمهم زي سفيان وسليم كده عندي الحمد لله اولادي. وطبعا الحمد لله كله بيتعامل بصفه عامه على اعلى مستويات، اللي انا طبعا ما بشوفوش طبعا فيا زي ما حضرتك عارف انا بشوفه. أكيد. فيهم طبعا شيء مؤكد طبعا. واحنا بنتكلم صور اكاديميه سبورتنج بتتعرض على الشاشه طبعا. طبعا طبعا دي انا شيء بيسعدني طبعا قبل ما بيسعد اي حد الحمد لله بفضل الله. وطبعا الالتزام طبعا زي ما حضرتك بتقول، لازم الولد زي ما رجعنا ونقول مره تانية التمرين كويس والاكل كويس والنوم كويس بتخليه ينتظم في بعض الحاجات طبعا. وطبعا الحمد لله ربنا كرمنا بعناصر كويسه جدا في الاكاديميه، وربنا يكرم ان شاء الله في حاجه كده ان شاء الله يبقى وشك حلو علينا فيها ان شاء الله باذن الله. بنعمل فرع تاني ان شاء الله، ربنا ييسر، وان شاء الله تبقى كل الناس وشها حلو علينا ودعواتهم منهم ليا يعني ان شاء الله باذن الله تبقى الخطوه اللي جايه كويسه باذن الله. كابتن فاروق، كلمني عن المدرب اللي بيمرنك في اكاديميه سبورتنج، كلمه توجهها له النهارده على الهوا. كابتن ميدو طبعا ده اب ليا واخ كبير، وبوجه له كل الشكر وتحياتي ليه طبعا. أكيد. مش عارف اقول ايه تاني. اكيد طبعا يعني في كلام كتير نفسي اقوله له، بس اكيد هو عمل معاك اشياء كويسه كتير اللي انت تخليك اللي انت مش يعني كل مشاعر الحب طبعا يعني مش هتقدر توصفه. كابتن ميدو،
انا عندي طبعا مش ميدو بس، عندي كابتن سيد جمعه ما شاء الله من المدربين الهايلين جدا، كابتن محمد نجيب مدرب حراس، كابتن موسى كريستيانو مدرب مدرب 2011. وانا طبعا رغم ان انا كمدير اكاديميه المفروض يعني ابقى مشرف، رغم الاولاد بيطلبوا مني ان انا انزل الملعب واشتغل معاهم وكده والكلام ده، وطبعا الحمد لله بنزل وبادي دوري كمدرب، وما بحسبهاش ان انا كمدير اكاديميه، لا هم كلهم اخواتي طبعا. بعيد عن اي حاجه طبعا، بسر نجاحنا بنبقى كلنا بناخد راي بعض طبعا في بعض الحاجات، وطبعا باخد رايهم برضو في بعض الحاجات، والراي بتاعهم بيبقى كويس، انا بشوره بيني وبين نفسي وبلاقي حاجه محترمه يعني. النهارده اولياء الامور الموجودين في اكاديميه سبورتنج بيتكلموا بشكل كبير عن اكاديميه سبورتنج، وكان لينا قبل كده تقارير في الاكاديميه حاله الحب الموجوده في اكاديميه سبورتنج والتعامل الموجود من خلالك. ما هو ده كابتن اللي انا بقول لحضرتك عليه، ده اللي انا بتكلم فيه من ناحيه اكاديميه. عندي الاولاد لما بيحبوا بعض بتلاقي بره اولياء الامور بيحبوا بعض، بيروحوا ماتشات، بيروحوا تمارين، بيروحوا بعض الحاجات بتبقى خارج الملعب، بنعمل ماتشات وديه على اعلى مستوى، ما بنعملش ماتشات مع مستوى اقل مننا، لا كله مستوى اعلى مننا، حتى عشان اللعيبه كلها بالاكاديميه كلها بتستفاد يعني. ازاي صنعت حاله الحب دي؟ والله يا كابتن دي انا حاسس ان دي بيني وبين نفسي، بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، من محبه الناس ليا، لازم انا اخليها في الاولاد، علشان طبعا انا بشوف الناس الحمد لله الحمد لله يعني بيحبوني جدا، والثقه بتاعتهم بيا كبيره، وطبعا بتبقى طبعا زي ما حضرتك عارف دي محبه من ربنا سبحانه وتعالى، حتى في شغلي يعني حتى في شغلي كل زمايلي وكل الناس كلها الحمد لله في شغلي بيحبوني جدا، ودي بتبقى حاجه بتسعدني قبل اي حاجه يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا لما انا باجي اعدي على نادي المعادي من فتره لاخرى وخصوصا يوم السبت، بشوف يوم جميل جدا 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 بيعمله الكابتن دودي وطبعا والكابتن ميدو، بتلعب مع الولاد، بيبقى اليوم جاي مخصوص، الولاد عارفين ان ده مباراه، النهارده بنلعب مع بعض. بص يا كابتن نور، ده يوم مخصص. ايوه كابتن، ودي ما بشوفهاش بصراحه، ما بشوفهاش في اي حته تانيه. انا حتى بستغرب وبستعجب الاقي الكابتن دودي جه لابس جاهز، يلا يا اولاد مقسم فريقين، هو ده كل يوم سبت، هو ده الثابت عند الكابتن دودي. بص يا كابتن نور، طبعا دي زي ما حضرتك بتقول يعني انا بجمع الفرقتين زي ما حضرتك بتقول. الفرقتين دول احنا بنعدل، بيبقى تمريننا الاثنين والخميس. انت بتنزل لمستوى الاولاد وتلعب معاهم؟ انا 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 كده كابتن نور في الحته دي، دايما بحب اخلي الولد قريب مني جدا زي ما انا ما قريب ليه، وطبعا هم بالنسبه لي الحمد لله كلهم ولادي زي ما حضرتك عارف. ودي طبعا شيء من ضمن الاشياء الاساسيه اللي بتكلم فيها في الحته اللي مثلا لما بيبقى عندي تمرين الاثنين والخميس، اصبح انا بضيف يوم السبت ده اللي انا بعمل فيه الماتش الودي اللي حضرتك بتقول عليه ده، بنطلع منهم بعض الاخطاء. ازاي بعض الاخطاء في التمرين؟ كابتن ميدو او كابتن سيد بيقول حاجه وبتبقى فيها سنه عكس صغيره، اصبح انا ممكن بنعدلها انا وكابتن ميدو الوقت بتاع التمرين بتاع يوم السبت ده، اللي بنصحح منهم بعض الحاجات اللي احنا بننفذها في التمرين بتاع الاثنين والخميس. كلمه حابب تعرف، عايزك تعرف الناس عن اكاديميه سبورتنج، تقول لهم ايه؟ والله انا طبعا الناس ما شاء الله هي اللي بتشوف وهي اللي بتعرف، حتى على القناه بتاعت اليوتيوب بتاعتنا اكيد. كنت عايز اكلمك برضو عن شغلك طبعا على السوشيال ميديا، وبشوفك اول باول طبعا دايما يعني تمرينه اي حاجه على الصفحه بتتكلم للناس وحديث، وعندك لباقه في الحديث، وعندك يعني قبول عند الجمهور في الحته دي. الحته دي جات لك ازاي؟ الحمد لله يا كابتن، انا اتعودنا عليه حتى لما كنت بلعب كوره كابتن. انا لعبت دوري ممتاز ناشئين، وطبعا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيشيل من هنا يحط هنا، وطبعا الحمد لله طبعا من الانديه الواحد اتعلم فيها والكلام ده كله، كان عنده لباقه الكلام بفضل الله تعالى. وطبعا الحمد لله احنا عاملين قناه زي ما حضرتك عارف على اليوتيوب، كاتبينها سبورتنج بالمعادي على اليوتيوب بالعربي. بشوفك يعني بتكلم حتى مدربين زمايلك من خلال القناه، وبتحسهم وبتعرفهم الحاجات اللي انت وقعت فيها عشان ما يقعوش فيها لزمايلك، بتفيد بيها الناس. كان ايه هدفك من انشائها؟ انا بصراحه انا كنت حاطط الموضوع ده في دماغي، اللي هو موضوع اليوتيوب عندي في القناه. طبعا علشان
زي ما بنقول من حب الناس زي ما حضرتك بتقول، وتوثيق برضو يعني عملية ان انت تعمل الفيديوهات اول باول، انت بتوثق شغلك وبتوثق مواقف، بتوثق اللي بيحصل داخل الاكاديمية. بص يا كابتن، الحمد لله طبعا زي ما حضرتك بتقول، مرة تانية بقول الحتة بتاعت لباقة القناة او من ناحية الحتة دي، انا بنزل كل يوم فيديو الساعة 12 بالليل. 12 بالليل دي يا كابتن بتبقى مثلا واحد زي كابتن نور يقول لك ما نزلتش مثلا في يوم، يقول لك كابتن الفيديو بتاعك فين النهارده، بتبقى انت ذات نفسك تشتاق في مشاهدين مستنيين الله اي بالظبط مستنيين اليوم بتاع الكابتن محمود دودي من في الاكاديميه حصل فيه ايه. طبعا طبعا ده شيء، وده طبعا القناه انا سعيد يعني الحمد لله الواحد عمل قناه على اليوتيوب علشان ينجح من اكاديميته ويبدا يعمل فرع واثنين وثلاثه، وطبعا بيبقى كل اولياء الامور وكل اللعيبه وكل الانشاءات، حتى زوجتي بولادي بالحاجه والدتي ربنا يبارك فيها ان شاء الله، وطبعا من دعواتهم ليا الحمد لله الواحد بيتقدم لخطوتين اللي قدام، ومن سر نجاح الناس ليا وبدعواتهم ليا طبعا الواحد بيتقدم حوالي 3 4 خطوات مش خطوه واحده، ودي تبقى سر نجاح الواحد يعني الحمد لله باذن الله. فاروق، كلمه اخيره توجهها لمين وتقول له ايه؟ لوالدي طبعا الله يرحمه، احب اشكره ان هو قدمه لي كتير تمام، وكان نفسي يبقى موجود معايا بس الحمد لله. الحمد لله طبعا، يعني كل الشكر وكل التقدير لفاروق، انسان مجتهد انسان مكافح. كابتن دودي، كلمه اخيره توجهها لمين وتقول له ايه؟ انا والله عايز طبعا اشكر ربنا سبحانه وتعالى اللي انا فيه دلوقتي، دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا بعد ربنا طبعا والدتي طبعا هي اللي فضله للواحد يعني بفضل الله تعالى، وثم ولادي وزوجتي وكل اصحابي وكل حبايبي طبعا، وكل الناس يعني الحمد لله تبقى ماشيه في ظهري كده تنجحني لحد ما الواحد هيوصل للهدف اللي هو عايزه طبعا، علشان بفضل الله الواحد ينجح بدعواتهم وبرؤياتهم كده ليا، ودي شيء يعني حاجه بتسعدني وتشرفني طبعا اللي انا يكون الواحد فيها يعني، ودي طبعا مريحاني جدا في بعض الاراء اللي انا مبسوط بيها. طبعا يعني كل الشكر وكل التقدير لكل رجل او كل امراه صنعت انسان، صنعت رجل يقدر يعتمد على نفسه، عنده فكره عنده هدف. الجانب الانساني للمدربين هو بيقولوا يعني احنا بنقول الجانب الانساني هو الجزء الاضعف لكل المدربين وهو الاقوى داخليا عنده، وده طبعا يعني اللي بنتكلم فيه. طبعا يعني بشكر الكابتن دودي، شكرا جزيلا كابتن دودي. كابتن نور، كابتن نور انا اللي سعيد جدا النهارده معاك، وطبعا ما بقدرش اتاخر عليك انت بالذات انت عارف، وطبعا بتمنى لك كل التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. باذن الله كابتن، يعني بشكرك شكرا جزيلا، كل الشكر وكل التقدير لكل الناس اللي بتفرجوا على برنامج هجمه مرتده. المدرب ضمير واللاعب امانه، هي دي اخر كلمات هنختم بيها حلقه النهارده. في الختام سلام.